طبعا مفيش شك لون مختلف، ومن يعني الفنانين اللي نادر قوي ان هو يحافظ على جماهيريته من اول ما ظهر لحد دلوقتي. الجمهور جيت، حتى احنا شفنا في حفله العالمين شباب صغير، يمكن نقول اطفال كمان في عمر صغير جدا، بيغنوا للكينج محمد منير، فده دليل على انه مؤثر. محطات فنيه وتاريخيه مميزه في مسيره الكينج محمد منير هنتكلم عنها دلوقتي مع الناقد الفني الاستاذ خالد محمود. صباح الخير عليك يا استاذ خالد. صباح الخير يا استاذ محمد. يا اهلا بيك. واحنا بنتكلم عن المحطات الفنيه المختلفه وازاي اتشكلت شخصيته الفنيه وتاثير كمان البيئه النوبيه او المجتمع النوبي على شخصيته الفنيه. اولا انا سعيد بالتقرير التاريخي العظيم اللي انتوا عملتوه عن محمد منير. مشكور. احنا لما نتكلم عن منير مش بنتكلم عن مطرب، عن عاشق للموسيقى، عن ملهم. منير رسالته أكبر من كده بكتير قوي. منير يعني نبع من الجذور، ويمكن الحياة أوجدته عشان يبقى مؤثر في الأجيال. منير أنا رأيي الشخصي حتى لما كتبت عنه قلت إنه بركان الأحلام. أنا من مواليد أكتوبر زيه. ولما سمعت أغنية امبارح كان عمري 20 حسيت إنه في سنين راحت كتيرة قوي ما بين احلام اتحققت واحلام لم تتحقق. لكن لما تسمع منير وهو بيغني يقول لك لسه الاماني ممكنه، تحس انه بيديك طاقه اخرى لتتجاوب مع الحياه، وانك تقدر تعيش، وانك تقدر تحلم، وانك تقدر تتجاوز. منير سائر زي اي في اغانيه زي اي سائر بيثور حوالين اشياء يمكن بيقف قدامها، لكن في نفس الوقت بيتخطى. هو بيعبر عن كل المشاعر، الحلم والحب والغضب والثورة والكيان والإحساس بالذات. وتيجي تسأل نفسك هو ليه مثلا واحد زي يوسف شاهين جابه في حدوتة مصرية؟ وده اللي لسه كنت هسأل حضرتك عنه، يعني هو ليه بصمات كبيرة جدا في الغناء، يمكن كل أغنية معلمة فينا بشكل كبير في فترة عمرية من سننا، لكن كمان كان ليه بصمات كبيرة جدا في مجال السينما والدراما، ويعني عمله مع يوسف شاهين المخرج العالمي ده خطوة مهمة جدا في تاريخه الفني. طبعا بصي دينا، هو دخل السينما من أوسع أبوابها. وانه يوسف شاهين تفكيره كان دايما تفكير شمولي مجتمعي في السينما، يعني ما كانش بطله على الشاشه بطل عنده قضيه شخصيه، عنده هم اجتماعي وهم سياسي والى اخره. وعشان كده لما استعان بمنير كان حاسس ان منير هو الصوت وحتى الصوره اللي هيقدر يعبر بيها عن كل الاحلام والكيانات والافكار والاهداف اللي عاوز يحققها للناس على الشاشه. انه يقدر يقول لسه الاغاني ممكنه. انه لما جابوا حتى في المصير الاغاني اللي غناها منير هي اللي عملت النقله الدراميه الكبيره والتحولات في مسار ابطاله. في حدوته مصريه برضو. هو فعلا بصي الاسماء دي ما اتبنتش من فراغ. لما تيجي تعيدي سماعك لهذه الاغاني شوفي حتى وقفه منير على الشاشه جنب حضرتك فيها احساس مصري مميزه كمان ومختلفه متفرد فيها اصرار. هو بيبص لك جوه عينك لكن بيشاور جوه قلبك، بيخاطبك في عقلك. ويمكن ربنا منحه في طريقه مجموعه من الموسيقيين وكتاب الاغاني بدأوا عبد الحليم منصور والى اخره، ويمكن وزكي مراد واحمد منيب. طبعا شوف انت بتقول اسماء مهمه قوي طبعا مرتبطه بس اغانيها العظيمه بصوت زي محمد منير. هم دول اللي عملوا التركيبه اللي جوهم من 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 بعيد قوي عشان ينوروا مش بس القاهره، ينوروا الكون كله. وبعد كده يروح لمرحله اخرى لهاني شنوده. طبعا شوف هاني شنوده ده موسيقار عبقري، موسيقار عظيم جدا. يعني انا حطيته في ذهني لما سمعت له موسيقى المشبوه، لكن ادركت بعد كده هو ليه كان ورا كل الاصوات دي، وليه كان بيكتشفهم، وليه كان بيدور دايما عن البصمه المميزه. يعني ما تقوليش بالصدفه ان حد جاب محمد منير وحد جاب عمرو دياب وحد جاب الشباب بفرقه المصريين. يعني بص الموسيقي الحقيقي هو المتجاوز، ومنير صوت متجاوز، صوت يحمل رساله، صوت اتخلق علشان يكون
مش مجرد مطرب بتسمعه في الراديو. احنا بنستمتع بمطربينا كلهم طبعا، لكن ده لما تقف ورا كل اغانيه، لما يقول لك لما الشتاء يدق البيبان، يا جماعه هو دايما بيحذرك من مشهد قادم وبيقول لك اتعامل معاه بالمشاعر التاليه. دي نوعيه من الاغاني ونوعيه من الاصوات دايما محطوطه بتعمل انقلاب في العالم وبتعيش سنين وسنين. صحيح. زي كمان خلانا يا استاذ خالد ندور على بعض معاني الكلمات اللي هي النوبيه، يعني مثلا أيوة. لما بنلاقي ان في مطرب بيغني وبيستخدم بعض الكلمات اللي احنا مش عارفينها، اعتقد انه احنا يعني ما بيكونش فيه اهتمام بهذا النوع من الغنى، لكن احنا كنا حريصين كل الحرص على ندخل عشان نشوف اغنيه مثلا يا شمندوره ونشوف معاني أيوة. الكلمات اللي هو استخدمها. ايوه. فده خلى فيه حلقه وصل كده. بص انا عاوز اقول لك على حاجه، يعني الجيل الجديد اللي هو الجيل زد ده اللي هو يقدر يطلع مطرب وينزل مطرب، منير تجاوزه حتى وهو مش مستوعب بعض الكلمات، لكن الحاله العامه، الحاله الصوتيه والروحيه والموسيقيه والاحساس العام في اغاني منير وصلت. طب نعناع الجنينه كتير قوي لما نزلت في ناس وقفت قدام كلمات، لكن شوف هذا الرواج الكبير اللي عملته وحبسته في الشارع يا راجل، ده الغنوه دي كانت غنوه الافراح يعني، وبعض الناس يعني مش فاهمه كلماتها بس بترددها بالظبط. شوف الحاله، هو منير تقدر زي ما قلنا عليه في البدايه انه رساله، هو حاله هذه الحاله صحيح. يقدر يجيب اي كلمات وهو عارف الروح الموسيقيه والصوت والايقاع هيقدر ازاي يوصلها ووصل لك كلمات، وبعدين خلق نوع من الثقافه بقى، انت بتقول للناس قاعده تدور على معنى الكلمات ففهمتها. عشان كده لما يطلع لنا حد تاني من المنطقه دي نقدر نبقى ما عندناش حاجز ذهني واحنا بنسمعه، هو خلاص المساله اتكسرت. وهو علشان كده فعلا هو الكينج محمد منير، ما فيش غيره قدر ان هو يوصل لنا الاحساس بالطريقه دي في كل الكلمات وفي كل الاغاني وفي كل الاعمال الفنيه والدراميه والسينمائيه اللي قدمها لنا. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني خالد محمود، شكرا جزيلا لك.